جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: نطمع أن نكون خاشعين في الصلاة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكننا نغفل أحيانا عن الكيفية التي تجعلنا خاشعين في صلواتنا. وجهنا إلى ذلك، جزاكم الله خيرا. لا شك أن الخشوع في الصلاة هو لبها وروحها والذي شرعت من أجله. قال تعالى وقال سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالخشوع هو روح الصلاة وهو لبها، وإذا خلت الصلاة من الخشوع فإنها تكون كالجسم الذي لا روح فيه. فالمسلم يجب عليه أن يحضر قلبه في الصلاة، وأن يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة، وأن يتدبر كلام الله وهو يقرأه في الصلاة، فإن هذه أمور تستدعي الخشوع. أولا، إذا أقبل الإنسان بقلبه على الله سبحانه وتعالى وترك أشغال الدنيا وهمومها. ثانيا، أن يستحضر عظمة ربه الذي هو واقف بين يديه ويخاطبه ويدعوه ويناجيه بكلامه وبدعائه سبحانه وتعالى. ثالثا، أن يدخل في الصلاة وهو فارغ من الأشغال التي تشغله عن الصلاة. ولهذا نهي عن الصلاة بحضرة الطعام، ونهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، لأن هذه الأشياء تشوش عليه صلاته. فيدخل في الصلاة وهو متهيئ لها، ليس له شواغل بدنية أو نفسية تشغله عن صلاته. مع الاستعاذة بالله من الشيطان في بداية الصلاة بعد الاستفتاح، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قال هذه الكلمة العظيمة بحضور قلب، فإن الله سبحانه وتعالى يطرد عنه الشيطان الذي يشوش عليه صلاته من أجل أن يشغله عن الخشوع في صلاته. نعم.